والله يا عبد الله لن تلقى الخير في الدنيا، لن تلقى السعادة في الدنيا، لن تلقى العون من الله، لن تلقى القبول من الله إلا إذا اجتهدت في الإخلاص لله عز وجل، وجعلت قلبك لله سبحانه وتعالى. فالله الله أحبتي في الله، الله الله في هذه النيات، اجتهدوا في تخليصها، فإنها في أول الأمر يلقى الأمر عناء في مجاهدتها، لكن إذا صفت طابت وطابت الأعمال وطابت الحياة، وكان الإنسان في جنة وهو في الدنيا. وهذا هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالله الله أحبتي في الله في هذه القلوب، لنجتهد في تخليصها لله سبحانه وتعالى، إن أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة.